فضص الجيمي. عايز ايه معاك؟ تلات حاجات. معايا تلات حاجات. اختار انا ممكن اخد منهم حاجه ونص. طيب خلاص يبقى نقول التلات حاجات. اتفضل. اشعلنا. طيب. كبير. يلا انا سيبك. اتفضل. هنبتدي بانه مارسيل كولر برضو تاني قال ليوريتش، قال له حفظت الاولانيه، حفظت الدرس الاولاني بتاع الضغط وان انا اخد منك الكره في منطقتك، طب تعالى اضربك بعد ما انت تقدمت في النتيجه من عدو مارسيل كولر الاول، اخطاء لاعبيه الفرديه. بيراميدز لم يقدم شيء على المستوى المردود الجماعي، الغلطات الفرديه سواء غلطه محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر في كره الهدف الثاني او الغلطه الاولانيه بتاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعه. فقال له انا عملت علمتك حاجه في الجول الاولاني، تعالى اعلمك واقول لك اوريك الكرات الطوليه هتتعمل ازاي، هفضل اضرب لحد ما واحده منهم تصيب. يلا حلو وقت. تعالى ادي الاولانيه، بص هنبص هنا على مين، امام عاشور باليمين ناحيه الشمال، فيها مين؟ فيها حسين الشحات. ادي الاولانيه كره طوليه كلها كرات ناجحه، كلها كل لعيبه الاهلي بياخدوا الكوره. ده بيقول لك دقه الممرر، دقه الممرر وجوده اللاعب اللي رايح والتوقيت عشان ما يقعش في التسلل. ادي الثانيه، روح الثالثه اللي بعديها على طول كرة طول. كل ده ضرب ورا بعضه لانه بيراميدز ابتدى يفطن، قفل عمل كومباكت، قال له خلاص مش انت عامل كومباكت، انا هضربك بالطويل وهاخد كل الكرات الطوليه. ده بيقول لك هنا على حركيه وتدريب الراجل، مستحيل اللعيبه تبقى عامله السنك والتناغم ده في وسط الماتش، مستحيل. ادي كره الكره اللي بعديها باليمين برضه من امام عاشور اللي عاملها وهو مغمض. لو رجعنا للكره دي بس من الاول في وسط الملعب هتلاقي امام عاشور بيعملها وهو مغمض، بيحط الكره الطوليه اللي بعديها على طول رامي ربيعه اللي كان فيها مخالفه على محمد الشيبي وشبه انفراد من الناحيه الشمال لطاهر محمد طاهر. كل دي كرات طوليه طول الوقت بيضربوا بيها. لا خلاص دي كان اخر الكرات الطوليه واخرهم بتاعه حسين اتعملت في الشوط الاولاني، لكن مش دي المقصوده. انا بتكلم ان الراجل فضل يضرب على الكرات الطوليه خمس مرات لحد ما الخمسه خد منها حسين الشحات ركله جزاء. دي النقطه الاولانيه. في بس جالي تعليق لذيذ قوي دلوقتي مضطر اقوله لك والله. في مشاهده عزيزه بتقول لي ممكن تقول لي جيمي ما يزعلش عشان اختي اتخضت. اختها نايمه تقريبا، فانا قلت مش كمل بس زعل. حطوا المايك يا جماعه.